الحمد لله منيحة. بتحبي ترتاحي؟ حضرت لك تخت لبهاء. لا لا دخيلك، انا عقر ظهري من النوم. تعال انا فيت اتحمم بعدين رايح عند بي واختي بهية. ديري بالك عليها، ما تعتلهم. خالتي عند مخيل ومقضي نهار كله عادي. شو في عريس جديد كمان؟ طلع سألتك عريس لمين؟ مش لحدا، خيك بحب يتساءل. خبريني شو صار معك؟ كل اللي قاله العسكري لبهاء انك بالمستشفى وتعرضت لحادث. خي جوزي ضربني وهربت منه، ومن بعد ما هربت منه لقيه مقتول تاني يوم قدام باب بيتي مطرح ما ضربني. شو؟ الحمد لله لقيه القاتل واحد أصغر مثله، نحنا ما خصنا. مين يعني انتو؟ قصدي نحنا. انا قصدي انا. تقلا لما بيفل بهاء عاوزتي كلمتين على انفراد. طيب شو بتشربي؟ طاقي قلبي عشي فنجان قهوة. لك تكرم عيونك يا ست الستات. الحمد لله يا رب. أنا قلت نعيمة بيعملها. قولي لي شي أمل. راشي تفل، بترجعك تفل. خلص ما تقولي شي، هيدي الغمرة بتسوى الدنيا، هي قالت كل شي.
الشاب الحلو رجع على شغله. وين كانت جدي؟ كنت عم ظبط وراء البيت اللي كنا مأجرينه. هيدا البيت صار لك ولعائلتك. عم تحكي عن جد؟ عن جد ونص جده. فيك تاخده من هاللحظة للبيت. خليك. كيفك انت ومرتك؟ ضاربها بالأوضة ومقفل عليها بالمفتاح. مثل ما بتريد. انت حر بتصرفاتك. هيدي مرتك. عمر، اجتماع سريع للضباط. لا ليش ركضت؟ مشطش؟ شو بك؟ وين حبيب قلبي؟ بدي اسأله سؤال. لا بقلك. خيي طشطش عم بيقول انه خالتي بدريه صار لها يومين ما فتحت محل الجزر. صدقتي؟ ايه ماشي طشطش. ليه ردي ومركضي طشطش معي؟ بونجور مادموزيل علا. بونجور مسيو طشطش. جو مابيل مالك. باردون مسيو مالك. بونجور مسيو مالك. اشتقت لك مادموزيل علا. خدوا بقى هلأ درس فرنساوي. شو في دلال؟ طشطش عم بيقول انه خالتي بدرية صار لها يومين ما فتحت محل البوزة. ايه مش مشكلة. امبارح طشطش كان عند ابو سامي اللحام عم بيقول انه هو ابنه للمفوض سامي كاترو. لا مش عم كذب. صار لي يومين ناطر قدام باب المحل تاكل بوزة على شوكولا وحليب وشوية حامض وما كانت تفتح الباب. ما يكون مصبوط. بشك. بركي عمو عز الدين صار له شيء. ممكن كان ناقصنا طشطش يشوشر لنا افكارنا. مادموزيل علا، قلت لك شيء اني بحبك؟ ظهر لبرا ولي واحد بلا مربى. امي عيب ولو رؤي بهي عم بتحطي عقلك بقى لطشطش. تعا حبيبي تعا عود حبيبي. جدو عيون جدو. اي متى بدك تجوزني علا الحلوه؟ لك في اهضم منه مسيو مالك؟ ما في اهضم منه. انت ضلي اعطيه وجه لحتى ما بعرف لوين بدك توصلي معه. تبقي رديه عني بس يعلق وينغرم فيكي عن جد. عن مين عم تحكي طاقة بهية؟ طاقة بهية؟ بلاقي عندك بوزة على شوية حامض؟ جواسيسنا جابوا لنا بين اليوم وامبارح اخبار كبيرة كتير. أخبار موثوقة لتحركات موثوقة. السوار عم بيحضروا لعمليات كبيرة بكل المطارح تزامناً مع تحرك لمجلس النواب لضرب كل شيء نحن عملناه. في عدد من المناضلين وصلوا من الشام، اتسللوا على الحدود وتوزعوا مجموعات صغيرة على مجموعات السوار. هدفهم إنه يحضروا لمواجهات كبيرة بيننا وبين الناس المدنيين. مظاهرات ضخمة وعنيفة، مواجهات، مصادمات بتخلينا نحن نقوس ويموت ناس أبرياء، وتكبر القصة كتير ويتعاطف العالم كله مع الشعب البريء. بالمنطقة اللي نحن مسؤولين عنها هون في عدد كبير من النشاطات عم تتحضر، وأهمها تحرك كبير لاغتيال جنود من جنودنا، تحرك كبير كمان لنقل سلاح تقيل من الشام لبيروت. بما يختص بتهريب السلاح، حالياً في شخص كبير مناضل خطر من الشام موجود ببيروت عم يجتمع ببعض الشباب لتظبيط الخطة. هذا الشخص نازل مع مرافقه مرة للتغطية، نازلين ببونسيون ببيروت بباب إدريس. جواسيسنا جاهزين لكل جديد ومنتشرين بقوة وين ما كان. نحنا ما بدنا نقمع يلي عم بيصير، بالعكس بدنا ياهن يحاولوا ينفذوا ويموتوا بساحة المعركة. نحن بدنا سبب وجيه تنخلص منهم
ومن قرفن. بعد ما فهمت بدرية، ليه افتكرت انه نعيم راح هو قتل سالم؟ تقلا ما تظنش يا عاطر، انا ونعيم ما فيش يا عاطر، اصحابه بس. منشان هيك لما صارت معي الحادثة رحت لعنده. هيدي فهمتها، صرت قلتي لي اياها 10 مرات، ماني مفكرة شي عاطل. بس جاوبيني على سؤالي، ليش افتكرتي انه نعيم راح قتل الزلمة؟ معقولة لأنه الزلمة ضربك، يروح صديقك نعيم يقتله؟ أنا هيك تهيأ لي، لأنه نعيم بعزني مثل أخته، عرفتي كيف؟ ولأنه خبرته أنه سالم اتهمني فيه. سالم اتهمك فيه؟ ما قلتي لأنه سالم اتهمك فيه؟ كيف؟ مش هلأ خبرتك أنه سالم قال لي بتستقبلي رجال بالمحل؟ إيه بس ما قال لك نعيم؟ طبعاً ما قال لي نعيم، بس مين بيقصد غيره؟ ما في إلا نعيم بيجي لعندي على المحل بهالطريقة كصديق يعني. بدرية، أنت عم تستقبلي نعيم بالأوضة اللي خلف المحل؟ لا أكيد لا، أنا عم استقبله من قدام البيت مثل كل الزبونات. لك رح تجننيني، ما هلأ قلتي لي ما في غيره بيجي بهالطريقة على المحل؟ تعبتيني تقلا، وجعني راسي. وأنا كمان. شو عمر؟ عجبتك هالأخبار؟ هيدا خيو لجوزة لنجلة صاير قبضة كبير، عم بخطط مع المناضلين من الشام لعملية ضد عسكرنا، عم بخططوا للقضاء على أكثر من 100 عسكري بعملية واحدة. والتخطيط وين عم يصير عمر؟ بالبونسيون. مش عم صدق. بلا صدق، هيدا اللي بيعمل هيك شو ممكن يكون عم بيعمل بمرت خيو يلي جابت صبي من كوماندان فرنساوي؟ جوزة لنجلة مش مجرم، بحبها، مش يمكن هو عم يحميها منه؟ هلا بهمني انه نجلة تضلها بسلام لفترة قصيرة، وبعدين رح اخلص من الاثنين، المناضل القبضاي والجوز المغروم. بأكد لك إنه مش عم يأذوها كوماندان. لحد هلأ عمر، ما بتعرف شو بيكونوا عم بيخططوا. تقلا، أنت مثل أختي ولا لأ؟ طلبي. نحن أصحاب من 100 سنة ولا لأ؟ طلبي بدرية. أنا بعزك أو لا؟ قلت لك اطلبي يا مهلا بقوم بفل. بتروحي عند مراسي على المحل عند نعيم وبتجيبي لهون. بدرية؟ تخيلك تقلا، أنا بحاجة أحكي معه ودله أنا وين. ليش؟ بدي طمنه، ما هو ما عاد استرجع زارني بالمستشفى. ليش؟ كيف ليش؟ رجعنا للأسئلة هلا تقلا. تخيلك روحي على المحل جيبي لي نعيم لهون من دون ما حدا يعرف. وبهاء؟ بهاء هلأ راح، لكن وصل لعند أهله وخبرون ورجع راح على المينا مثل ما قال، وبعدين إجا لهون بيكون نعيم وصل وفل. تقبريني محله فشخة من هون، خدميني هالخدمة. طيب أعطيني العنوان. ليكي أنتو جايين على الطريق، خبري أني مش عم بقشع أحسن ما ينصدم لما يشوفني. طيب أعطيني العنوان. اوعى تقولي له أنه سالم من قتال، أنا بخبره. طيب اعطيني العنوان. وخليه يمشي دغري من المحل لهون ما يتبرد. قلت لك اعطيني العنوان، ما بعود روح. حاضر حاضر تقلا. تخليك صايره عصبيه مش هيك يا عمر؟ تقلا تشفع فيي اليوم. شو رايك نبعت مكتوب لنجلة؟ عمر، نجلة ما بتعرف تقرأ فرنساوي وأنا ما بعرف أكتب عربي. بس أنا بعرف. شو قصدك عمر؟ ممكن وضع أنت بتقلي شو بدك تكتب له وأنا بكتبهم بالعربي، ولما هي ترجع تبعت مكتوب أنا بقرأ لك إياه. أنت عبقري عمر، عبقري. بس
كيف بدك توصل للمكتوب؟ ما تعتلهم كومودو، عندي طريقتي الخاصة. يا معطرة يا أختي، يعني مش عم تقشع بالمرة؟ نزار رح يرجع له بسرعة، ما تخافوا. بس شو هالصدفة إنه دغري انقتل من بعد ما ضربها؟ رأيته ما يرجع. نحن ما اتهموها إلها، كانت مصيبة. خيي جيبها لهون، أنا بخدمها. لا، هي طلبت تروح لعندي، قالت بهي بكفيه مصايب، بعدين عيون الناس انفتحوا، ما بدنا نزيد الطين بلة. معها اللي صابنا واللي عم بيصيبنا كل يوم مش طبيعي. ابني لهلأ ما سرى. وينه؟ مين بيعرف؟ تارك شغله ومستقبله وحاطط روحه على كف عفريت، وداير عم بيناضل من خندق لخندق ومن أبو لأبو، وعايشين ما منعرف أيمتى بيطبوا علينا الفرنساوية وبيسحبونا كلنا على المعتقل. زكريا، صحيح اللي قالت لي يا علا انك مسكر الباب عملتك؟ صحيح. شو عادة أبدا؟ شو اللي تغير من امبارح لليوم؟ امبارح كان امبارح. احكيني كلمتين جوا. أنا رايحة على المدخل. شو؟ طبعا الشباب خبروك بكل شيء. طبعا. شو؟ شو فكرك أنت؟ كبيري. مش علينا يا حاج. مش قصتكم الكبيري، الحركة بالمنطقة كلها كبيري. الجماعة لاقطين القصة من كل الميلات، حاطين جواسيس وجواسيس على الجواسيس، وعليهم كلهم جواسيس. العمى بقلبها الجواسيس، وين عم يفرقوا يا زلمة؟ معقول؟ بلد مثل بلدنا فرقوا عين ونص يكون عندنا هالقد جواسيس؟ معقول يا حج، معقول، كل شيء معقول. اللي مخوفني بس شعوري انه نحن مخروقين من جوا. كيف يعني؟ خبرتني شمس انه الكولونيل لمحلها بكم شغله كتير داخليه بتخصنا نحن، يعني في بيناتنا خرق، في بيناتنا جاسوس. شمس هي اللي خبرتك هالشي؟ ايه، ومنشان هيك ما قلنا غيرها تكشف لنا هالجاسوس، توقع الكولونيل وتوصل من وراه لأسامي. ما بقى فينا نقوم بعمليات كبيرة وخطرة ونحن مخروقين. شو الخطوة التانية؟ سهرة رأس الليلي طلبها الكولونيل بالذات، بعدها حلوة صغيرة ونوصل لنتائج صغيرة. بس شمس ما قالت لي انه الليلة في سهرة بالكافيه دوري. وليش بدها تقول لك؟ يعني كنت ناطر تسمع منا غير هيك. اكيد. ليش؟ نحن بلبنان بهاء، مش بفرنسا. وين في بلبنان رجال مرته بتعمل اللي عملته نجلة ما بيقتلها وما بيذبحها؟ وين؟ نحن اسلام، والاسلام كان واضح بما يختص عقوبة المرأة الزانية، وانا انسان متدين وحاولت رغم كل هيدا اني سامحها، ولك كيف قبلتني. بس هي مش طالبة منك انك تسامحها. كنت تفسر لي شو بدها لكان. فسرت لك، يا تطلقها يا تقتلها. فجرت. مش خليها ترتاح ابدا، رح اضربها عندي وتحت امرتي. ليش؟ لقصصها. لا زكريا، لانك بتحبها، بدك تضربها عندك بالبيت لانك بتحبها، ما فيك تتخلى عنها. انا احب هيك مره بهاء. شو بها نجله؟ نجله مره حلوه وطيبه ومهضومه، قبل ما تهرب لعند الكوماندون كانت بتجنن. كانت وخانت وصارت بتقرف. على كل حال انا وياها والبنت رح ننقل على البيت اللي بالوج، جدي عطاني اياه. لا زكريا،
مش انتو بهيك حالي، انتي بحاجة لمساعدة والبنت بدها من يهتم فيها. البنت عندها أم تهتم فيها وأنا عندي مرها، رح نعيش عائلة سعيدة، رح جيب صبي، صبي مني أنا هالمرة، مني أنا. الخطة بتقول إنه لازم روح لبلدة العسكرية لهونيك. عمر، ما بدي مشاكل، ما بدي وجع راس. ما تخاف كوموضان، ما تخاف، اترك القصة علي. ممنوع الغلط يا عمر. ولو كوموضان، ما أنا بعرف إنك ما بتوثق فيي بأصول اللبنانية، وبعت جواسيس حتى يراقبوني. معقول أغلط معك؟ عافيك يا شاطر. أنت بتجيب لي المكتوب؟ مثل ما كتبنا بالمكتوب، بكرة على السريع عمر، على السريع. تقلق انك ما عم تقشعي، بس طمنتني انه فتره وبتمرق. اقعد نعيم، اقعد. طيب انا رح روح اطمن على خيي، بيتنا قريب هون فشخه. الله معي. تقلق. ميرسي، مش هتاخر عليك يا حبيبتي. هيك ما بتطلع علي؟ ما كنت قادر حبيبتي. نعيم، عرفت انه سالم انقتل؟ طبعا عرفت. اكيد المنطقة كلها ضجت فيه. انا بالاول ولما انت ما عاد طلعت علي افتكرت انت رحت قتلته لتنتقم لي، بس بعدين لما بين القاتل وطلع حسيب ارتحت كتير. بدرية، مش حسيب اللي قتل سيلي. شو؟ مين لك؟ أنا قتلت سيلي. أنت؟ لما شفتك بهالحالة، لما صرت قولي لي ما عم تقشعي، مدري شو صار لي، فقدت أعصابي. أنا كمان ما عدت قشع بعيوني، ركضت لعنده قتلته. انتقمت لك بدري، انتقمت لك منه حبيبتي. اسكت نعيم، وطي صوتك. ما كان فيي اعمل غير هيك. طيب ليه لحتى عز الدين عاد هيك افاده؟ ليه؟ ما بعرف. انا كمان تفاجأت بافاده جوزك. ما فهمت ليش عطى هالافاده الكاذبه. او لك فكر انه انت قتلتي سالم عم يحاول يحميكي؟ اسمعني نعيم، اسمعني منيح حبيبي. لو شو ما كانت الأسباب اللي خلت عز الدين يعطي هيك إفادة، ولو شو ما صار بكل هالقضية، أنت بتبقى برا، سامع؟ أنت ما حدا معه خبر فيك بكل هالقصة. بدري، مش عم بقدر نام بالليل. سالم كان مجرم وكان بده يقتلني، إذا مش اليوم بكرة. بعدين؟ ماشي، أنت بتروح على بيتك وبتعيش عادي، تشتغل عادي. صدقني، ما حدا معه خبر فيك بكل هالقصة.
معي. اوعى تغلط دخيلك حبيبي، اوعى تغلط، انا ما فيي اعيش بلاك. بحبك. انا موت فيك معي، موت فيك. انت مين وشو عم تعمل؟ بها ليش صافن فيي هيك؟ شو بدك تقتلني كمان لاني كشفت قصتك؟ يا تعتيري لا، اكيد لا. نعيم مش مجري، نعيم لما شفني بهالمنظر. سكتي بدري. بصراحة مش عارف بأي صدمة بدي بلش، بصدمة الخيانة ولا بصدمة الجريمة؟ اختي بدري صاحبي على جوزة المعطل المشلول المسدود بالتخت. حلو كتير. أنا مش مصاحبة على جوزي. شو لكن؟ شو عم بيعمل عندنا هون؟ أنا بحب نعيم ونعيم بيحبني، ولما بيموت عز الدين بدنا نتجوز. بس لو ما كنت عاجزة ومريضة كنت دفعتك حق هالجملة الشريرة هيدي. جملة مش شريرة ولا أنا شريرة بهاء. بنت 20 سنة جوزوني إيه؟ مجوز ومطلق وما بيجيب ولاد، معقد لأنه ما بيجيب ولاد. سنين من القهر والقرف والعذاب قضيتهم مع رجال قد بي. سكتي بدري، سكتي. ما في شي ببرر خيانة مرة لجوزها، ولا في شي ببرر الجريمة. أنا ما كان بدي أقتله. أنت قتلته؟ لما شفتها بهالحالة جنيت، ما كان فيه إلا ما أنتقم لها. فل من هون نعيم، عم قلك فل. ما تخافي بدرية، ما رح أتركك، ما رح أتركك أبدا. فل، ما رح أتركك. بهاء فيك تتشكى على نعيم وتحطني بالحبس أنا وياه. تأكد إنه ما رح تفرق معي، معودي على الحبس. صار لي 15 سنة عايشة أسيرة. عمر. علا هودي العسكر حاطتهم كوماندون علي جواسيس لأن ما بيوثق فيي. بعتني تأطمن على نجلة هانفراد. ما تزعلي مني علا، بس إذا ما عملت هيك بيأذيني الكوماندون. فوتوا عسكر. وين مرتا؟ نايمة. وين نايمة؟ وين بدها تنام يعني؟ بالتخت. الغرفة وين؟ بدك تقتحم الغرفة؟ بده يطمن عليا؟ خايف عليا مني أنا جوزة؟ بدي أتأكد أنها نايمة. تأكد. قفل الباب عليها كمان؟ أريح بال. طول الأكل والشرب برفقوني مع حراسة لفوت أتحمم. روح خبر، روح. اسمعي كمودا بعت لك هذا المكتوب، هو قال لي شو بده يكتب فيه وأنا كتبته. رد عليه بمكتوب مثله كبير من الشباك، أنا عجيب يجي باخده. كمودا بيقول لك تتصبري شوي، هو رح يجي.
تمشي اختك تغري من هون على فرنسا رح تروحي انت وياه. على فرنسا؟ عم تحكي جد؟ ايه عم بحكي جد. طب قول له بدي اخذ بنتي معي. اكيد رح تاخذي بنتك معك. طيب وقول له ما ينساني هون. قولي له انت بالمكتوب. قول له كمان اني بحبه وانه اللي حكيته انا وفيلي كان كذب. بحبه كثير ومقهورة منه لانه ما عرف يحافظ علي وما قدر يحميني منهم. ما تلومي نجلة. الموضوع عم يتعذب كثير. ما تنسي المكتوب. بدك تخبره انها محبوسة ومعذبة؟ هيدي مرتك وانت حر. انا كان واجباتي اتاكد انها منيحة. الحمد لله. منيحة. عسكر! انبسطت شميت ريحته؟ انبسطت انفتح الباب. شميت شوية هوا نقي. بكره بنصير بالبيت التاني لوحدنا. بتصير تنزربي بالبيت كله مش بأوضة وحدة. أوسع عليك. خي عم تطول الجنزير يعني. حسبيها مثل ما بدك. ما أقرفك؟ محل الهوزة تبع خالتي بدرية. خالتي مريضة وصار لها يومين مسكرة. التقى هونيك يعني؟ أكيد. ساعة 8. كيف تركته هيك عملها عمر؟ كيف؟ شو بعمل كوماندان؟ ما بقدر اجبره ما يقفل الباب عليا. هيدا جوزي وحتى لو جبرته يمكن بس فيل يرجع يقفل الباب عليا ويمكن يأذيها كمان. الحالة ما بقى تنطق عمر. سوار مجرمين عم بيخططوا كيف بدو يقتلونا ونحن بعدنا ساكتين. عمر حاسس انه الكولونيل كتير عم بيطول باله. كوماندان مش حضرتك قلت لي انه الكولونيل هو عم يعمل هالخطه كرمال تيقعوا بالفخ؟ بس خايف ما نحن نقوم نوقع بالفخ. خايف منهم كثير. هدول خبزا وجبنا. مين كان في بالبيت؟ كان في جوزها وخياته علا والصغيره دلال. وخيو المجرم؟ ما كان. خبرني عمر. خبرني كلمه وكلمه شو قالت لك. بس قبل وصف لي هي كيفي؟ بعدها حلوة مثل ما بعرفها على طول؟ بعدها حلوة بس حزينة كتير. قالت لي انها بتحبك وكل الكلام يلي قالته هون قبل ما تفل كان كذب. لك بعرف عمر، بعرف انه كذب، بعرف. قلي كمان عمر، قلي. اليوم رح روح جيب مكتوب من نقلك. أي ساعة؟ الساعة 8. رح انطرها تحت الشباك، بس تكب لي المكتوب دغري بيجي لعندك. بس كوموندون لازم البس ثياب مدنية كرمال ما حدا ينتبه علي. ومن دون جواسيس علنيين. خلي جواسيسك مخفيين. عذرني عمر. أنا ما بقى أوثق بحالي. قالت لي انه بدها تسافر معك على فرنسا بس بدها تاخذ الصغيره معها. طبعا بناخذها معنا.
مهم نبعد عن هالجو المعتم والقاسي اللي عم يقتلني يوم بعد يوم. ليش عذبتي حالك؟ عيني يا ابني شي مثل النمر. انا ماني خايفه على صحتك، خايفه على عقلك وراسك. بعرف انك عم تتعذب واللي سمعته اليوم منه هين. عادي، ما خطر ببالي يوم انه بدريه ممكن تعمل هيك. ما خطر ببالي ابدا، مش قادر افكر، مش قادر. بعرف اللي عملته خطيه كبيره، بس لازم تعرف تميز انه منا مره فلتانه. حلو كتير، بعد ناقص كمان تكون مره فلتانه. اسمعني بهاء، بدريه حبت هالرجال لانه لقيت فيه كل حياتها، رجع لها الحياه على قلبها. مش عم برر تصرفاتها، بس اللي قالته معها حق فيه. اللي عاشته بدريه وبعدها عم بتعيشه مش هين، مش كل مره بتتقبله. رجال كبير بالعمر راسب الفرشه وما بيجيب اولاد ومش طالع من امره شيء وما بيطلقها، انه معقوله كمان؟ بدريه مش كبيره كتير، اذا تجوزت بعد فيها تجيب ولد او اثنين. بس زوجها شهد زول ليخلصها. تعم رجال بريء وزدته بالحبس تيزيح صاحب مرته عن القصه وما تنفضح العلاقه. خايف كرامته تنهان، اناني. ما منعرفه لعز الدين كل عمره أناني من قبل ما يرسب الفرشة. يا عين، يعني جريمة مصالح بمصالح. هيدا بيغطي على هيدا لما ينطال هو، وهيدا بيغطي على هيدا ليزبط هو. مثل ما أنت كمان رح تستر على القصة كرمال سيت العيلة وكرمالي وكرمالك. شو؟ بدك ياني أترك رجال بريء بالحبس والمجرم داشر؟ وأنا أقول لك يعني شو هالرجال البريء المسدود بالحبس؟ يعني مرم طايوس البدواني، انه يعني ملاك وطاير على السما من دون جوانح، منه مجرم اصغر عم بدين بالفادي ويسرق مصاري الناس وصار مسدود بالحبس 100 مره. بس ما قتل سالم. ايه بس كان يمكن رح يقتله يوم من الايام. ما عم صدق انه انت اللي عم تحكي هالحكي. بلا بهاء صدق، انه يعني هلا حلوه فضيحه بالمنطقه تانية غير فضيحه زكريا ونجلة. هلا سكوتك كتير مهم، حبنا ما بقى يتحمل قصة تانية. شو راح يكون موقف أهلي ومخايل؟ بكفينا قصة الديانة بهاء، مش ناقصنا فضيحة شرف تخرب لنا زواجنا ويتعرق له. يا الله يا الله. شو عم تعمل عالشباك؟ كنت عم حاول اطلع لبرا، طبق على قلبي. كنت بخليك تطلع تتمشى شوي بالشارع، بس ما بضمن الناس شو ممكن يعملوا بمرة مثلك. ما بدي اطلع اتمشى بالشارع. شو بدك يا بنتي؟
بدي أعيش معك بشكل طبيعي. شو؟ بدي أهتم فيك زكريا. بدي أطبخ لجوزي وحمم بنتي. متى رح ننقل على بيتنا الجديد؟ بكرة. بكرة. يا أهلا. يا أهلا بمرت خيي الكويسة. شو بكي خفتي مني؟ أمول معروف طلع لبرا وتركنا لحالنا شوي. ليش؟ لأني اقتحمت حرمة الست الفاضلة الشريفة. راشد. عمل لك أمول معروف طلع لبرا وتركنا لحالنا. بعدين أنت شو بك واقف حدا مثل المجدوب؟ صار لي يومين مزبطة حالة، ما تكون مفكرة أنها نازلة بأوتيل خمس نجوم. بعد ما علمت قيمة نفسها؟ ما قصصتها لهالخينة؟ خلص بقى! هيتك أنت ما بتعرف تتصرف مع هالنوع من النسوان. تركني أنا أتحمل. عمل لك خلص راشد طلع لبرا! طلع! صوت هيك كنت عم تدفش قدام وحده كلبه مثل هيك؟ احفظ لسانك راشد والله شو يا رمضان؟ هلا صرت يحكي؟ بس بلا هلا صرت رجال؟ لا راشد لا انا رجال غصب عنك يا وحش كلب انا طعم جاهك هذا النوع من النسوان انا اللي بعرف ربيه ولحقت برد انا بعيد عنك هيك برد يا كلب ها؟ بس انا برد يا كلب صفي منين؟ شو ايش يا كلب؟ شو عم تعمل؟ في وقت بس بدي شو عم تعمل؟ بلحق علي انا خليت راسي بدي يا واطي يا امي يا امي ما عندك فيي بس ما رح شوف صورة وجهي بهالبيت ابدا انا وهيك خيي وهيك مرة ما فينا نعيش تحت سقف واحد مبروك عليكم البيوت والبانسيون واملاك الدنيا كلها انا بهمني شغلة واحدة بهالحياتي كرامتي كرامتي وبس فهمتوا؟ لك هلا عني ما رح خلصني منك راشد خلصني راشد إذا خيك ما رجع البيت مش رح سامحك كل حياتي زكريا مش رح ترد عليك كل حياتي كل حياتي يا هي شو هالكلام هيدا ما هتعمل شو هالكلام هيدا